شركات البيع بالتقسيط تستغل بطاقة المواطنين في عملية نصب واحتيال جديدة. تتخلص تلك العملية ببيع سلع للموظفين والمتقاعدين بطريقة الدفع بالآجل، أو كما يعرف بالتقسيط، بالإضافة إلى منح قروض مالية مقابل التحفظ ببطاقة الكيكارد الخاصة بالموظفة. إلا أن كثيراً من تلك الشركات تتحفظ على بطاقات زبائنها، وهو ما يفقدهم رواتبهم بالكامل. أنا أحد ضحايا القروض اللي إذا تحصل الآن، من يأخذون مستمسكاتك يسحبون قرض ضعف اللي أنت تطلبه ويخلون عليه أرباح مضاعفة جداً، والسبب واضح جداً. أولاً يستغلون الكي كارد ماتك والماستر كارد ماتك، وبعدين راح يسحبون به أموال، والنتيجة أنه أنت ما تلقى راتبك. البنك المركزي ومكافحة الجريمة الاقتصادية حذرا من هذه المكاتب التي انتهجت نمطا جديدا للاستحواذ على رواتب المواطنين، إلا أنها لن تتخذ خطوات رادعة تجاه هذه الصيرفات سوى التحذير. أنا أيضا كمتقاعد يعني عندما أنه لاحظ أنه هاي الظاهرة موجودة في مجتمعنا، بالتأكيد أنه يكون عندي عزوف أمتنع عن مثلا اللجوء إلى المصارف للحصول على سلفة أو قرض. ويرى مواطنون أن الإقبال على مكاتب الصيرفات هو لسهولة وسرعة إعطاء القروض مقارنة بالمصارف الحكومية التي تؤخر القروض نتيجة روتين المعاملات الطويل، ما مكن المكاتب من استغلال المواطنين. مهدي غريبوان، نيوز بغداد.